بدورها أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكدت أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها مملكة البحرين ساهمت في زيادة نسبة المتعافين من الفيروس بشكل كبير مقارنة مع العديد من دول العالم مؤكدة أن هناك زيادة في عدد الاختبارات للكشف عن الحالات المبكرة لفيروس كورونا كل هذه الاجراءات هي اللي ساعدت بالحصول حتى على نسبه تعافي عاليه في مملكه البحرين مقارنه بدول المنطقه وبدول العالم وهذا طبعا يرجع الى عده اسباب منها الرعايه الصحيه والتمريضيه الموجوده، الفحص المختبري في المراحل الاوليه، عزل المصابين، متابعه المخالطين، وتوفير البروتوكولات العلاجيه والقيام بتجديدها مع ما يستجد في علاج فيروس الكورونا. مع يعني الجميع يعرف طبعا هو فيروس مستجد والكل العالم على مستوى العالم في دراسات مستمره من جميع الدول للكشف عن طريق الوقايه عنه او الفحص او حتى العلاج وان شاء الله احنا في مملكه البحرين مستمرين في تطبيق وتحديث هذه البروتوكولات للحصول على درجه تعافي عاليه. واخيرا طبعا نرجع الى التاكيد على هذه التعليمات اللي تصدر بطريقه دوريه ومستمره وبالاضافه الى التاكيد على المسؤوليه الفرديه.